عندك إجابة حق كل سؤال؟ أنت أسئلت سهلة. تبي سؤال صعب؟ يلا. للحين تحبها؟ منو؟ بلال. لطيف، هذا موضوع قديم، أنا تقدمت لها وياه البيت من بابه وأهلها ردوني، وتقدمت لها 3 مرات. يوسف، تدري شنو أكثر شيء لاحظته بطبعك؟ إنك هين، تشتهي مجبوس لحم وطبخ لك دياي، تاكل الدياي، تبي قميصك الأزرق أجيب لك الأبيض، تلبس القميص الأبيض. أنت ما تنظر الأشياء، تتجاوزها إلا دلال. ولما ما عطوك إياها تقدمت لها 3 مرات، كنت تحبها؟ كنت لطيفة، كنت. والحين؟